أعزائي المشاهدين متابعي تلفزيون كنار صوت العرب من كندا، أحييكم تحية القدس ولا أجد أعز منها تحية. فكيف إذا ضمنتها تحية غزة واللد والرملة وعكا وكل فلسطين؟ وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي كنا نهدف منها بالبداية التضامن مع أهلنا في القدس وفي حي الشيخ جراح. ومع تطور الأوضاع في اليومين الماضيين وتوسع المواجهات سنكون على رأس الحدث ونناقش مع خبراء ومحللين سياسيين وباحثين ونشطاء وأعضاء برلمانيين عرب وكنديين وكل ما يحدث الآن على الساحة الفلسطينية وانعكاساته على التحرك الداخلي والدولي والعربي، وناقشة الموقف الكندي تحديداً في هذه المسألة. سيمتد هذا اللقاء المفتوح من الآن حتى منتصف الليل تقريباً، وسيتخلله عدة فقرات على النحو التالي. الفقرة الأولى سأكون فيها مع ضيوف من رام الله والقدس وأوتاوا، وتستمر من الساعة الخامسة بتوقيت كندا الشرقي إلى الساعة السادسة مساء. الفقرة الثانية ستقدمها زميلتي ميسون منصور، وتستضيف من خلالها ممثلين عن الأحزاب وبرلمانيين كنديين، وموعدها من الساعة السادسة والأربع إلى الساعة السادسة والأربعين دقيقة. الفقرة الثالثة سيقدمها الزميل محمد التميمي، وسيستضيف خلالها ممثلين عن الجمعيات العربية والفلسطينية الكندية، وستكون من الساعة السادسة وأربعين دقيقة إلى السابعة وعشرين دقيقة. الفقرة الرابعة سيقدمها الزميل دكتور جمال الشريف، وستكون مع الجمعيات الخيرية الكندية الداعمة والداعمة من الساعة السابعة وعشرين دقيقة حتى الثامنة مساء. بعد ذلك سيكون عندنا الفقرة الخامسة، الفقرة الفنية، ستقدمها الزميلة الفنانة نسرين هجاج، ويصاحبها فنانين عرب وفلسطينيين من كندا وأمريكا لتقديم بعض الأغاني الوطنية الفلسطينية، وستمتد من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساء. أما الفقرة الأخيرة وهي فقرة الخطاب السياسي والتضامن الدولي، سأقدمها أنا سابرينا فقهاء مع محللين سياسيين وباحثين في القضية الفلسطينية عرب كنديين وأمريكيين، وذلك في الساعة العاشرة مساء، وستكون هذه ختام لقائنا المفتوح لهذا اليوم. فكونوا معنا، نرحب بأسئلتكم ومداخلاتكم وتعليقاتكم، وهنا القدس من كندا. أرحب الآن بضيوفي الكرام، المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ نهاد أبو غوش من رام الله، الدكتورة غادة أبو ربيع رئيسة جمعية سليمة للدعم النفسي القدس، الطبيب الكندي الفلسطيني والباحث في تاريخ القضية الفلسطينية الدكتور أحمد أحمد من أوتاوا كندا. الدكتورة غادة تحتاج لبعض الوقت حتى تكون معنا، وأبدأ بتعريف المشاهدين بقضية الشيخ جراح لمن لا يعرف ماذا يدور هناك وما هي أهمية قضية الشيخ جراح. وسأوجه سؤالي الأول للدكتور أحمد أحمد كباحث. أهلا وسهلا بك أولا دكتور أحمد أحمد، شكرا لكم للاستضافة. أهلا بك. كباحث في تاريخ القضية الفلسطينية ومطلع على وثائق كثيرة متعلقة بهذه القضية، هل بالإمكان أن تختصر لنا تاريخ الشيخ جراح وتشرح لنا ما أهميته بالنسبة للاحتلال وقطعان مستوطنيه، وبالنسبة أيضا لسكان هذا الحي الرافضين بقوة محاولات التهجير منه؟ طبعا حبدأ بالشق الثاني، الأهمية. هو فعليا أي حي في القدس ممكن نحكي عن أهميته من ناحية أنه يخلي الاحتلال الإسرائيلي يحاول يسيطر عليه ويهوده. يعني ما في حي واحد في القدس أو حارة في القدس لا يسعى الاحتلال إلى تهويدها أبدا. ممكن نتكلم عن سلوان، بنحكي عن وادي الجوز، بنحكي عن الطور، عن الزيتون، الشيخ جراح، أي منطقة في القدس هي مستهدفة، البلدة القديمة طبعا على رأسها. فالاستهداف هو للكل. باختصار الشيخ جراح هو كان حي يعني قليل السكان في 1900 تقريبا، منطقة خارج أسوار البلدة القديمة. التسمية أصلها لوجود قبر حسام الدين الجراحي اللي هو كان طبيب صلاح الدين الأيوبي ودفن في تلك المنطقة. لما انضاقت القدس في البلدة القديمة داخل الأسوار على سكانها بسبب الزيادة السكانية بال 1850 وما بعد، بدأت بعض العائلات المقدسية تبني بيوت خارج الأسوار، فكان من ضمنها عائلة النشاشيبي والحسيني والخالدي، خرجوا إلى خارج الأسوار وبدأوا يبنوا بيوت هناك.
الاهتمام اليهودي بدأ فيها تقريبا من 1876 لما ادعوا اليهود انه احد القبور هناك موجودة لاحد القديسين إلهم اسمه الشمعون هتصديق او شمعون الصديق، فاعتبروا انه هذا القبر إله، وبدأوا ايضا يروحوا يحجوا لهذا القبر ويزوروه ويحاولوا يستأجروا اراضي من الفلسطينيين حول القبر على اساس يستخدموها في الطقوس الدينية اللي كانوا يعملوها. يعني احد الوثائق بتحكي عن استئجار لمده 90 سنه، هذا الكلام من 1876، يعني ب 1966 كان اصلا منتهي عقد الايجار. القبر نفسه ضروري يمكن احكي شوي عنه، انه اصلا الحفريات الاثريه الصهيونيه نفسها اثبتت انه مش لشمعون الصديق اصلا، انه هذا الشخصيه اليهوديه عاشت في القرن الثالث قبل الميلاد حوالي 310 ميلادي، عفوا قبل الميلاد، والقبر هو أثر روماني مش يوناني من حوالي 200 ميلادي، وكان حتى عليه اسم المقبورة فيه، واحدة اسمها سيلينا، وهذه المقبورة فيه شالوا الحجر وكسروه اللي كان مكتوب عليه اسمها وأخفوا هاي الحقيقة اللي هم المتدينين اليهود، لكن سلطة الآثار كانت نشرت المعلومة، يعني هاي معلومة من سلطة الآثار الإسرائيلية أن هذا القبر لا يمت لشمعون الصديق أبدا. اليهود بدأوا يسكنوا شوي هناك، يعني أعداد محدودة جدا، كانوا أكثر شيء يستعملوا المنطقة للطقوس الدينية هم بزروه في يوم معين، مثل اللي حصل في صفد قبل فترة وأن التدافع عندهم أدى لوفيات، هو نفس الشيء كانوا يزوروا هذا القبر أيضا في فترة معينة في السنة. الفلسطينيين كانوا طبعا الأغلبية الساحقة في الحي، بعض اليهود استطاع أنه يشتري من البعض في بدايات القرن العشرين، يعني 1900 وشوي، قبل أصلا وعد بالفور وقبل أصلا معرفة العرب الفلسطيني أنه في دولة يهودية ستقام، يعني الفلسطيني كان يبيع بحسن نية بعض المناطق لبعض اليهود اللي موجودين هناك كمواطنين في الدولة العثمانية، يعني هو بيبيع لابن بلده بين قوسين بغض النظر عن اختلاف الديانة. اللي حصل في حرب 48 لما الفلسطينيين انطردوا من أغلب مناطق 48، اليهود وضعوا أملاك اللاجئين الفلسطينيين تحت أملاك حارس أملاك الغائبين، وبعديها بسنتين طبعا كانوا يمنعوا حد يرجع اصلا، يعني فهو غائب قسريا وهو مانعينه يرجع، فحارس املاك الغائبين الاسرائيلي نقل بعديها ملكيه العرب اللي كانوا بالقدس الغربيه لملكيه دوله اسرائيل اللي هم بدورهم سلموها للقادمين الجدد اللي هم المستوطنين اللي كانوا يوفدوا لفلسطين بعد 48. بالمقابل اللي بعض اليهود اللي كان عنده عقد اجار او عقد بيع وشراء في منطقه الشيخ جراح هرب في 48 للجزء الغربي، الأردن أخذت الوصاية على القدس، فالحكومة الأردنية وضعت هذه الأراضي تحت سيطرة حارس أملاك العدو. بال56 الحكومة الأردنية اتفقت مع الأونروا على تسكين بعض العائلات اللاجئة الفلسطينية سواء من يافا مثل بيت الغاوي أو عائلات أخرى من عائلة الكرد اللي من القدس الغربية كانوا طالعين منطقة الطالبية وأجوا على القدس الشرقية، قالوا لهم أنتوا بتبنوا بيوت على هاي الأرض اللي تابع لحارس أملاك العدو وخلال 3 سنوات بتتملكوها، وهذا الكلام في 56. التمليك لأسباب لا نعرفها ما حصل، وقامت حرب 67، دخلت القوات الإسرائيلية 67، اللي صار انه اليهود الآن صاروا طالبوا انه لا هاي أرضنا احنا كنا مستأجرينها. طبعا اللي كان مستأجر زي ما حكيت استأجروا 1876، يعني 1966 قبل الاحتلال بسنة كان العقد لاغي أصلا قبل احتلال القدس بالضبط. واللي عنده يعني كم من ورقة عن الأرض إن والله أنا أملكها ما أجوا أصلا، لأنه اللي أجوا يطالبوا في هاي الأرض هم جمعيات يهودية متدينة وليسوا حتى أبناء أو أحفاد اللي كانوا مأجرين أو اللي كانوا أصلا مشتريين قطعة. وطبعا أنا بحكي عن شرائهم، بحكي عن شراء ما لا يقل يعني ما لا يزيد عفوا عن 5% من الشيخ جراح، يعني مش بنحكي عن إن والله ما كانوا مشتريين أصلا الشيخ جراح. الفلسطينيين طبعا اللي عايشين بالشيخ جراح هم نفسهم كانوا مطرودين من 48. طب انت اوكي بدك يعني تاخذ بيتي اللي انا اصلا مستاجره بعقد ايجار رسمي من الحكومه الاردنيه لمن كانت ماسك القدس، طب اوكي بدك تاخذه تعطيه لهذا اليهودي، انا رجع لي بيتي في القدس الغربيه. فاسرائيل تطبيقها كمان يعني دبل ستاندرز، ثنائيه المعايير، انه لو هم بدهم يطبقوا القانون صح اليهود اللي خسروا ممتلكاتهم بين قوسين إذا اعتبرناها كلها ممتلكات حقيقية حوالي 10,000 في حرب 48 من اللي كانوا موجودين في مناطق 67، الفلسطينيين اللي طردوا من أراضيهم 750,000. يعني لو إسرائيل مستعد تطبق القانون الدولي صح وتقول 10,000 يأخذوا بيوتهم من العرب مرة ثانية وهم يعطونا لل 750,000 اللد والرمل وحيفا ويافا وعكا والناصرة، أنا ما عندي مشكلة. لكن التطبيق الانتقائي بهذه الصورة انه انت اليهودي اللي قبل 48 بياخد ارضه غصب عنك بالقدس، هذا لو سميناها ارضه، والمواطن الفلسطيني اللي بالقدس ما له اي حق
هو صار اصلا معاه هويه اسرائيليه بالقدس وما في يروح يطالب في ارضه في الطالبيه وهو في طابه معاه فيها او في اي مكان اخر في القدس الغربيه. فهي ازدواجيه المعايير اللي ادت انه بالنهايه القانون الاسرائيلي اعطى لهاي المنظمات اليهوديه المتدينه سنه 72 الحق في تسجيل الاراضي باسمها، يعني بدون حتى استشاره السكان الفلسطينيين الطاب الاسرائيلي سجل اراضي الشيخ جراح بناء على شو اعطاهم هذا ولا شيء. هم راحوا قدموا اوراق انه هاي بالاساس اراضي، يعني مثل لما تنقول وقف اسلامي ومثل الوقف اليهودي جنب قبر شمعون الصديق، يعني كذبنا كذبه وصدقناها، هو مش قبر شمعون الصديق والارض مش له، وكان اراضي استئجار اغلبها وخلص العقد وراح مع هيك سجلوها ب 72 باسمهم في الطاب الاسرائيلي. وبعديها بعد ما صار ضم القدس رسميا بعد الثمانين كضم توحيد القدس الشرقية والغربية كعاصمة لدولة إسرائيل، صار الضغط أكثر إنه هاي أرض إلنا ويا بتدفعوا الأجار يا بتطلعوا. طب الفلسطين رفض يدفع أجار إلهم لأنه هذا اعتراف بأنه هو لا يملك الأرض اللي هو عايش عليها. فحصل صدام، وكلوا محامي، طبعا اللي كان يترافع في المحاكم الإسرائيلية وقتها محامين يهود، يعني فلهذا السبب كان محامي يهودي اللي مثل أصلا عائلات الشيخ جراح بأوائل الثمانينات. يعني المحامي يهودي، المحكمة يهودية، القاضي يهودي، والمحامي يهودي والقاضي يهودي، المحامي من وراء العائلات وقع على اعتراف بملكية الأرض للجمعية اليهودية وقال لهم أنا ساعدكم، أنا بس حاولت أخليكم تثبتوا في بيوتكم بس تدفعوا الأجار. الناس طبعا أسقطوا حق هذا المحامي في الترافع عنهم، لكن كان موقع. فالآن بترجع من ناحية قانونية كيف تتعامل مع الموضوع، صار معقد كثير. يعني الشغلة كانت كلها نصب على الناس، نصب يعني نصب دولي على نصب على قضائي على نصب تاريخي على نصب من جميع النواحي، والناس عايشة في بيوتها. يعني تخيل اللي استأجر البيت في 56 الأرض على أساس يتملكها، هذا الإنسان لو كان مواليد 30 وقت عمره 26 سنة الآن عمره 91 سنة، يعني هؤلاء احنا نحكي جيل ثاني وثالث ويمكن رابع عايش في هاي البيوت، وهو أصلا مطرود من القدس الغربية اللي ممنوع يرجع عليها بالرغم انه قانونا يحمل هو الهويه الاسرائيليه بالقدس، ومع هيك بيتم التمييز ضده. فيعني باختصار نصب من البدايه على تزييف، والان بقول له اطلع الان. طيب ويطلع يروح وين؟ يعني انت حتحوله لايش؟ يعني يغادر برا القدس؟ وعلى فكره القانون الاسرائيلي اذا بتغادر القدس اكثر من 7 سنوات كمواطن مقدسي بتخسر هويتك المقدسيه. بالظبط، يعني فيها حتى انه كمان تفريغ من السكان بالكامل والعائلات هاي. يعني انا بقرا بعض الاسئله وانا بكمل، هي 28 عائله، يعني كان في سؤال عن عدد العائلات، 28 اسره. الشيخ جراح الان كاهميه لو بدنا نحكي عنه كمنطقه، اذا ممكن نشوف بس الصوره الاولى اللي كنت انا حنحكي عن نشرح عنها اذا بتطلع على الشاشه. إيه هذه الصوره بتبين خارطه القدس قبل ال 67 وبعد ال 67. يعني يمكن ما فيش اشرح الواحد بوضوح عشان ما فيش سكرين البوينتر، لكن الجزء الازرق هو الجزء اللي كان يهودي في القدس الغربيه، والجزء الاخضر هي التواجد العربي في القدس الشرقيه، والجزء اللي لونه هيك يعني بني فاتح وطالع مثل الاصبع منه فوق، هاي هي حدود بلديه القدس لما انضمت اسرائيل القدس بعد الاحتلال في 67، خلت حدودها اكبر بكثير من حدودها العاديه اللي كانت ايام الوجود الاردني هناك. نعم. حتى تتوسع فيها أكثر، فمنشوف الجزء اللي على قبل 67 الوجود اليهودي كم هو بالأزرق، ولاحظوا بعد 67 لحد الآن كم توسع الجزء الأزرق على حساب المنطقة الخضراء. يعني هو بيحاول يهود القدس كلها، وهي أنا يعني جبتها فقط كمثال على أنه مش الشيخ جراح فقط المستهدف، إحنا أوريدي استهدفوا سلوان قبل هيك ولا زالوا وعملوا فيها مصادرات كثيرة، ويعني ما قامت هبة مثل الشيخ جراح. أوريدي مستهدفين الآن وادي الجوز، يمكن لو انحلت مشكلة الشيخ جراح هنبدأ بعد كم من شهر راح تسمعوا عن وادي الجوز. وادي الجوز هيعملوا فيه هايتك بارك، جزء منه حتى للأسف بتمويل إماراتي، هيعملوا 200,000 متر مربع استثمار لهايتك كومبانيز، وحيطردوا الناس اللي موجودين هناك اللي اصلا هاي لا فيها قضيه بيع ولا شراء، يعني ناس عايشه في بيوتها وما حطابه اللي اسرائيل نفسها معترفه فيه، بس بتقول لهم هاي لاغراض التطوير انا مضطر اخليكم، حبعتكم على العيسويه اللي هي منطقه ما لها علاقه في وادي الجوز نهائيا، صح ضمن القدس ولكن هاي اشغال الناس واعمالها، انت ما بتحركهم من حي لحي على خاطرك هيك، يعني ما عمرهم عملوها مع اليهود بس مع العرب بتنعمل. لو اشوف كمان الخارطه رقم 2 اذا سمحتوا. هون لو على البوينتر حد بس يأشر لي على البقعة الصفراء أو تتقرب الصورة أكثر. البقعة الصفراء هي البلد القديم اللي هي داخل الأسوار،
مباشرة من الشمال بحدها شايفين فورا مكتوب وادي الجوز وبعديها الشيخ جراح. فهم بادئين بالشيخ جراح حياخذوا جزء منه، وبعديها تحت وادي الجوز حيعملوا له الهايتك بارك، فوقه بالازرق اذا شايفين اي شيء ازرق هو اليهودي اوريدي، التل الفرنسيه سيطر عليها، رامات شكول مناطق يهوديه، رامات شلومو فوق، رامات الون، وحتى على الشرق بسقات زئيف، نفي يعقوف، كل هاي المناطق، جبل المشارف اللي مكتوب عليه جبل المشارف، الله يرحمه جبل المشارف، هاي الجامعه العبريه ومستشفى هداسه، يعني السيطره بالكامل حوالين القدس. واذا بدي اشرحها كمان بطريقه مختلفه، بتشوفوا في ازرق حوالين الاحياء داخل القدس، داخل الخط الاحمر هذا اللي مرسوم، وفي المستوطنات اليهوديه حتى اللي خارج القدس مثل معالي ادوميم باقصى الشرق برضو موجوده هناك. يعني هو بحيط القدس في عده حلقات، حلقه خارجيه اللي هي معالي ادوميم والمشاكل اللي على الخان الاحمر ومناطق اخرى، وداخل القدس نفسها قاعد الان يعني بيعمل انفلتريشن، بدخل داخل الاحياء العربيه نفسها وبحط بيوت يهوديه جواها. طبعا لما بحط بيوت يهوديه جواها بضطر يحط جيش مستمر، يعني مناطق نقط عسكريه للحمايه مثل ما عمل في الخليل، فبصير عندك يعني انت زي كانه ثكنات عسكريه مع مواطنين يهود مستوطنين بين الاحياء العربيه لا يطفشك في الاخير، لانه مش كل الناس حتتحمل يضلوا في تشيك بوينتس ويضلوا في فحص هون امني وما يتحركش بحريه. غير الهجمات يعني لو نشوفها بتكون اوضح شوي. رقم 4 على ما اذكر، هاي هي الخارطة اللي يعني زوم أكثر على البيوت، المناطق اللي زرقاء اوريدي هاي البيوت اللي اليهود اوريدي سيطروا عليها، اللي بالأحمر هي البيوت المهددة بالإخراج، واللي بالأحمر وفي إلها هيك مثل يعني برواز حوالين الأحمر، هذه اللي أخذت إخطارات بالإخلاء الفوري، واللي أحمر بدون البرواز هاي عليها أوامر إخلاء بس لسه مش فوري الآن. فلاحظ كمية البيوت اللي هم حيسيطروا عليها، المنطقة البرتقالية اوريدي سيطروا عليها واعتبروها مثل الوقف اليهودي. هاي هي السيطرة على حي الشيخ جراح. الآن في حي الشيخ جراح في عندنا قنصليات الدول الأجنبية اللي هي موجودة أصلاً في القدس الشرقية عشان تخدم الفلسطينيين مش عشان تخدم الإسرائيليين اليهود. موجود فيها مستشفى العيون، موجود فيها المستشفى الفرنساوي، موجود فيها كجزء من التهويد هم حطوا حتى مجمع للوزارات الحكومية، يعني وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي بالشيخ جراح بالجزء الشمالي منه، وزارة البناء والتعمير، وزارة الاقتصاد تبعتهم في الجزء الجنوبي عند شارع صلاح الدين بيكون وزارة العدل تبعتهم. هو بيحاول يهود المنطقة بالكامل حتى أنه يحط وزارات سيادية، وحتى مقر حرس الحدود الإسرائيلي كمان موجود هناك وشرطة إسرائيل. فيعني هو بيحاول يسيطر على كل شيء بالشيخ جراح، وبعديها زي ما حكيت راح يكون وادي الجوز هو النقطة المقبلة، يعني الواحد بيحكيها للمستقبل عشان لما تسمعوا عنه الهايتك بارك حيحاولوا يفرضوه، القطار الخفيف اللي بيحاولوا يمشوه في عدة مناطق بس عشان يسيطر على أراضي أكثر للعرب، الأسلوب الثاني المستفز اللي بيعملوه لما تيجي تحصل على رخصة بناء بالقدس، هاي يعني إذا بسموها سابع المستحيلات هاي ثامن المستحيلات. فهو ما بعطيك أصلا رخص بناء حتى لو بدك تمشي قانوني، ولما نرخص لك بقول لك انت منطقة تطوير 7. شو يعني منطقة تطوير 7؟ يعني مسموح لك تبني على 15% من الارض اللي هو السبع، والست اسباع لازم تضل منطقة خضراء، يعني عند العرب لازم تحافظ على منطقة خضراء، عند اليهود منطقة تطوير 1 بتبني على 85% وبتخلي 15% خضراء. فهو هناك بشجعك على البنى لليهود في نفس المنطقة، وللعرب بخليه منطقة تطوير مختلفة بس حتى يمنعوا من البناء. القدس في الشيخ جراح ممنوع تبني اكثر من 4 طوابق، بينما لليهود عشان الهايتك بارك الان سمحوا لهم بشهر في 1/11/2020 مسموح يصلوا لحد 16 طابق في نفس المنطقه، الا للعربي ما بيطلعش فيها عن الطابق الرابع. اكيد هذا الدبل ستاندرد اللي دائما يعاني، المدينه متواطئه، الجيش متواطئ، الشرطه متواطئه، السياسي متواطئه، للاسف كله حتى هاي المنطقه يعني تفقد عروبتها، وبالتدريج زي ما حكيت الوادي الجوز سلوان بيزيد الامور فيها سوءا، وادي المنطقة المصرارة بسموها كمان، عندك النزل اللي انت نازل من المطلع على نسيت الوادي ايش اسمه هناك قبل وادي الجوز برضو، يعني هاي المناطق كلياتها سواء مستوطنين بيحاولوا يستولوا على مناطق، سواء مستثمرين بحجة الاستثمار بأخذ قطع أراضي من البلدية، في واحد اسمه موسكوفيتش ملياردير حاول برضو سيطر على كتير هناك، عملهم حتى قاعة أفراح هناك. يعني السيطرة في القدس حملة محمومة، وفي نفس الوقت لا يوجد أي شيء آخر يعني بإيد المقدسيين يعملون، ما في دعم مالي من الخارج عربي ولا إسلامي، ما في شيء اللي يخليهم هم حتى يحافظ على وجوده بقوة.
مؤسساتهم كلها مستهدفة، مستشفياتهم مستهدفة مثل المقاصد أو المطلع، كل المؤسسات الفلسطينية. بيت الشرق اللي سكروه هو أصلا كمان على فكرة في الشيخ جراح كمان يعني. فهي الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ككل، وهي الأهداف الصهيونية اللي ما حتترك أي شبر في القدس إلا تحاول تهوده، وللأسف بدون هبة مثل اللي صارت يعني ما في بالإمكان يعني السكوت وإنه نستنى إنه لحالهم يستحوا عدمهم، هاي ما راح تصير للأسف. نعم حقيقة يعني نبذة كتير كتير مهمة لازم الكل يعرفها، وإحنا كتير ما كنا عارفين أشياء من اللي ذكرتها دكتور، شكرا لك. سيد نهاد، قضية الشيخ جراح زي ما ذكر دكتورنا ليست جديدة، بل من عقود طويلة يتعرض لمحاولات الاستيلاء والتطهير العرقي. ما الذي أدى إلى تفجير هذه الأزمة حالياً وإشعالها من جديد؟ وكيف وصلت إلى هذا المستوى العالمي من الاهتمام والتضامن في هذه الفترة القصيرة؟ مساء الخير، وكل عام وأنتم بخير وكل شعبنا وأمتنا بخير بهذا العيد المميز بصراحة الذي تترحل فيه فلسطين بعد 73 عاماً من النكبة والتجزئة والتفرقة وانخراط كل تجمع فلسطيني بهمومه الخاصة بمعزل عن الهموم العامة أحيانا، لكن الأحداث تسير باتجاه معاكس أحيانا لما أرادوا يعني أعداؤنا، وهي فلسطين تتحد في المعاناة وفي المواجهة وفي البطولة وفي ملحمة يعني استثنائية بصراحة. عودة إلى سؤالك، أولا شكرا لكم ولهذه المحطة، شكرا لك انك لبيت دعوتنا استاذ نهاد. شكرا لجالياتنا الفلسطينيه التي هي وكل جالياتنا الفلسطينيه في العالم ايضا تنتفض وتنتصر لشعبها وتقف مع شعبها بكل ما اتيح لها من امكانيات، وراينا هذا من خلال حركات متعدده في غرب اوروبا وفي امريكا. على كل حال بالنسبه للسؤال، هي لم تكن هبه مفاجئه في الشيخ جراح، هذه موجه جديده على اثر موجات سبقتها، وكلها في إطار معركة المقدسيين والفلسطينيين في القدس، دعيني أسميهم دفاعا عن وجودهم باختصار شديد. هم يتعرضون إلى مخطط التهجير والتطهير العرقي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية عدا عن حقوقهم الوطنية. سبقت هذه المعركة مجموعة من المواجهات والمعارك أحيانا تاخذ الطابع يعني المدينة المقدسة والمساس بحرمة المسجد الأقصى وانتهاكه، أحياناً في كنيسة القيامة وأحياناً في أحياء مختلفة من مدينة القدس كما جرى في بيت صفافة قبل عامين حين هدموا مجموعة من البنايات بحجة أنها غير مشروعة، وكما جرى في جبل مكبر عدة مرات، وكما يجري في العيسوية على امتداد العام. العيسوية هي نقطة مواجهة ساخنة على امتداد العام كما نعلم جميعاً، وفي شعفاط التي أحرقوا فيها الشهيد الفتى محمد أبو خضير، وفي سلوان حي البستان. إذن البؤر يعني على امتداد القدس، هناك مواجهات ساخنة على امتداد العام. الطابع العام لهذه المواجهات، أولا أنها دفاع عن حق البشر في وجودهم في بيوتهم وفي أماكن سكناهم، وحقهم في الحياة بدون استفزاز وبدون غلاظة ويعني استفزازات واعتداءات المستوطنين التي تتخذ أشكالا يعني منافية حتى للذوق والأخلاق والقيم البشرية. لكن في نفس الوقت هذا الدفاع عن عنوان الكرامة والهوية الوطنية، لأن الاحتلال يجرب المرة والمرة أخرى المساس والتعدي على ما يسمى الوضع القائم، يريد أن يغير الوضع القائم، يريد أن يفرض قواعد جديدة لمدينة القدس عنوانها أن هذه مدينة يهودية يمنع فيها أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني حتى لو كان رمزي. أذكر أنا قبل عام كان في هناك دوري كرة قدم للعائلات الفلسطينية للعائلات المقدسية، ومنع الدوري ومنع الاحتفال فيه، مجالس عزاء تمنع إذا كان الاحتلال شم رائحة أن هناك نوع من النكهة الفلسطينية بهذا المجلس. الأهل يعني عملوا لجان توعوية مدنية أهلية للتوعية بمخاطر كورونا الاحتلال منعها. محافظ القدس الأخ عدنان غيث اعتقل أعتقد حتى الآن 25 مرة وزير شؤون القدس. هناك يعني حالة من السعار والحساسية المفرطة تجاه أي مظهر من مظاهر وجود الفلسطيني حتى لو كان مجرد رمزي، علما أنه قبل حوالي 20 سنة في أيام ما كان بيت الشرق فعال وكان الأخ رحمة الله عليه موجود، كان في حضور علني
للمؤسسه السياسيه الفلسطينيه، وكان في حوالي 10 مؤسسات عامله في مدينه القدس، منها وكاله الانباء الفلسطينيه ومجموعه من المؤسسات الفلسطينيه والغرفه التجاريه وغيرها. الان الاحتلال بات يضيق ذرعا باي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني، وهو اخذ دفعه معنويه لتنفيذ هذا المخطط، وهو مخطط التطهير العرقي. حين اعترف ترامب بالقدس عاصمه لاسرائيل لم يعترف فقط يعني كخطوه سياسيه، بل اقر باعترافه بالطابع الخاص اليهودي لمدينه القدس، منكرا طابعها يعني التاريخي باعتبارها مدينه تعدديه تسامحيه يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود على مر التاريخ ضمن حاله توافق وتعايش، وهناك وضع قائم يحترم من قبل كل السلطات التي تعاطفت على هذه المدينه، الاحتلال الاسرائيلي قبله، الاداره الاردنيه قبله، البريطانيين قبله، الاتراك كانوا يراعوا وجود وضع قائم يحترم، بحيث ان الاوقاف هي التي تتولى اداره الاماكن المقدسه او المسجد الاقصى. الاحتلال الان يحاول ان ينقض هذا الوضع القائم من خلال صبغ المدينه بطابع يهودي، تنفيذ سياسات تطهير عرقي للتخلص من الكم الاكبر من الفلسطينيين، وهناك خطه معلنه على كل حال. تهدف هذه الخطه الى اضافه مستوطنات تضم 150 الف مستوطن الى المدينه، واخراج 100 الف فلسطيني من المدينه، تحديدا المناطق كثيفة السكان وقليلة الأرض، وبالتالي تحويل الفلسطينيين من أقلية كبيرة تصل إلى حوالي 40% حاليا أو 38% إلى ما دون 20%، وبالتالي يصبحوا أقلية يعني مهمشة محشورة في أماكن معزولة، بينما المدينة كلها ذات طابع يهودي، يجري تهويد التعليم، تهويد أسماء الشوارع، تهويد المعالم العامة، إقامة حديقة توراتية، العبث في الأماكن المقدسة، وأيضا محاولة فرض تقسيم مكاني وزماني للمسجد الأقصى، ومحاولة السيطرة على أماكن خاصة لإقامة كنيسة يهودي. ورأينا كم معركة اندلعت في القدس، مرة في عند البوابات الإلكترونية، مرة معركة باب الرحمة، ثم معركة باب العمود قبل يعني شهر، حين حاول الاحتلال أن يمنع مظاهر الاحتفال التقليدي الشعبي العادي وليس السياسي برمضان. الشباب يحتفلون على مدرجات باب العمود بشهر رمضان عبر أشكال هم اعتادوا عليها. كل هذا هو يعبر عن مخطط للتطهير العرقي، بمعنى أن الفلسطينيين موجودون في هذه المدينة بمحض الصدفة، لهم حقوق إنسانية بسيطة أن يبقوا يعيشوا فيها، لكن ضمن سيطرة يهودية وتعليم يهودي. وما نلحظ في هذه المعادلة أن أدوات الاحتلال موحدة ومنسقة، هي هجمة منسقة ما بين الحكومة وأدواتها الأمنية وأدواتها الإدارية الوزارية، مثل الوزارات المختلفة التي تشن حروب متعددة طوال الوقت على الاقتصاد وعلى التجارة وعلى حق السكن وعلى الداخلية، على لم الشمل وحق الزيارة وتسجيل المواليد، ثم أن البلدية تشارك فيها والأجهزة الأمنية تشارك فيها وجمعيات المستوطنين تشارك فيها، ثم الكنيسة باعتبار السلطة التشريعية البرلمان يقر قوانين تشرع التمييز العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من حق الإقامة وحق الحياة الطبيعية والسكن وما إلى ذلك، ويمنح المستوطنين أولوية في الاستفادة من خدمات الدولة وفي الاستفادة في تفسيرات القوانين. فإذا هي هجمة منسقة يواجهها الفلسطينيون بصدورهم العارية بصراحة، محرومون من كل أشكال الدعم والإسناد، الفلسطيني أولا لأن اتفاق أوسلو حرم السلطة الفلسطينية أو منعها بالأحرى من القيام بأي نشاط علني رسمي في مدينة القدس، حتى الوضع اللي كان مسلم به لفيصل حسين وبيت الشرق هذا منع منعا باتا، حتى الدول المانحة الداعمة للفلسطينيين تستثني القدس من برامجها التنموية والداعمة لمؤسسات القدس. فبالتالي القدس تخوض معركة الدفاع عن وجود الناس في بيوتهم وفي مدينتهم، وهذه ليست مجرد معركة سياسية، بل هذه معركة دفاع عن الحق في الحياة لكل فرد من أفراد من أبناء مدينة القدس. هذا يعني يتحد مع موجة أخرى من المقاومة ومن الدفاع عن الوجود برفض السجن الذي تحبس فيه غزة منذ 15 عاما دون أي سبب، وبرفض التمييز العنصري الذي يتعرض له جماهيرنا في الداخل، وبرفض حالات الإذلال اليومي والضغط وسرقة الأراضي والنهب والقتل على الحواجز الذي يتعرض له أهلنا في الضفة. الشعب الفلسطيني رغم اختلاف ظروف هذه الفئة عن تلك، إلا أن الشعب بات موحدا في معركة تقرير المصير التي تتخذ عناوينها هناك، لكنه موحد في رفض الاحتلال.
كل ما يجري يمكن تلخيصه بعبارة واحدة، أن الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ويأبى أن يرضخ لشروط الاحتلال. هذه هي المعادلة البسيطة التي مهما يعني نرى صواريخ وقاذفات ورد وقتل وعمليات بطول، كل هذا يجب ألا يعني يحجب أنظارنا عن عنوان المعركة الرئيسية، وهي أن هذا الشعب الفلسطيني يجمع على رفض الاحتلال. الآن بصراحة أنا أريد أن أخلص إلى يعني بديش أخذ الوقت كثير، بدي أقول بالتالي ثبت أن شعبنا الفلسطيني لديه طاقات غير محدودة وغير متناهية للعطاء والكفاح والتضحية. ثانيا أن القدس كانت وما زالت وستبقى بؤرة الصراع وجوهر الصراع، ولا يوجد أي فلسطيني بالعالم يسلم باستفراد الإسرائيليين بالقدس وأن يعملوا بها ما يشاءوا، لا فلسطيني في غزة ولا الفلسطيني في كندا ولا الفلسطيني في أبو ديس ولا الفلسطيني في مخيمات لبنان يسلم باستفراد الإسرائيليين بالقدس. ثالثا الحالة الفلسطينية تتطلب درجة يعني من أعلى، يعني بصراحة الأداء القيادي الفلسطيني لم يرتقي حتى الآن إلى مستوى الأداء الكفاح الشعبي، ما زالت أداتنا السياسية، لا أريد أن أخوض كثيرا بهذا الموضوع، لكنها عاجزة عن مواكبة حالة العطاء والأداء، وبالتالي لابد من نفض القوالب والبنى والشكليات والعقد القائمة والانفتاح لما يتيح هذا العطاء الشعبي غير المحدود بحيث يستجاب له. باختصار شديد على القيادة أن تلتحق بشعبها وأن توفر له كل أشكال الدعم. أخيرا يعني ما أريد قوله بصراحة، يعني مهما يعني أحيانا نطرب نحن لمظاهر البطولة والفدائية والتضحية والقدرات الفلسطينية الاستثنائية سواء كانت في مجال المقاومة أو في مجال الصمود أو غيره، لكن علينا أن ننسى ألا ننسى للحظة واحدة أن المعادلة هي بين شعب خاضع للاحتلال محروم من كل أشكال الصراع الطبيعي، يعني هو لا يملك لا جيش ولا ترسانة أسلحة ولا صواريخ ولا نووي ولا طائرات ولا طائرات مسيرة ولا دب ولا شيء، لا نملك سوى إرادة الصمود، بينما إسرائيل مسلحة ومدججة بكل أدوات السلاح التي يعني اللي في الدنيا، وبالتالي المعركة العسكرية غير متكافئة على الإطلاق، وما نقوم به نحن هو صمود ومقاومة، يعني مقاومة مشروعة يعني لكن بكل القوانين الدولية نعرضها بحدودها الطبيعية، وألا يعني نتوهم أننا قادرون على مواجهة إسرائيل عسكريا، نحن نستطيع أن نتحمل الضربات، نمتص الضربات، نثبت إرادتنا، نؤذي حيثما أمكننا ذلك، نصمد، نصبر، نتحد، نتضامن، لكن نحن شعب تحت الاحتلال في النهاية، وما نقوم به هي مقاومة مشروعة، هي شكل أشكال التعبير عن رفضنا لهذا الاحتلال، بينما إسرائيل مدججة بكل أدوات القيادة. أخيرا ما يجري الآن، يعني من الصعب أنا شخصيا لا أدعي أنني أحيط به ولا أستطيع أن أحيط به بمداخلة كهذه، هذا عظيم ما يجري، هذا هائل كبير بحاجة إلى دراسة وإلى تعمق وإلى تفسير وإلى جلسات وإلى استخلاصات تقوم بها القوى السياسية والمؤسسات لكي نخلص إلى تطويرات مهمة على برامجنا وعلى كيفية أدائنا، ولكن يعني المهم بالموضوع أن هذا يجب أن يتكرس وأن يترسخ وأن نبني عليه وأن نطور أدواتنا وبرامجنا لكي لا يكون مجرد موجة تذروها الرياح، بمعنى أننا نضحي ونضحي ونضحي ثم يعني تحصل تطورات ثم نقلب الصفحة لنبدأ من جديد، لا، يجب أن يتكرس هذا كنقطة انعطاف يترتب عليها تطويرات مهمة في برامجنا وفي طرق أدائنا وفي علاقاتنا مع بعضنا حتى. نعم. رح نتطرق للخطوة التالية أستاذ نهاد، ورح أرجع لك أكيد، بس خليني أول أرحب بالدكتورة غادة أبو ربيع اللي انضمت إلنا الآن من القدس. أهلا وسهلا فيك دكتورتنا. يسعد مساكي حبيبتي وصديقتي وعزيزتي حبيبتنا، شكرا لك انك لبيتي دعوتنا بهيك ظروف صعبه. خبرينا كيفكم بالقدس هلا؟
القدس الحمد لله صامدين مرابطين الحمد لله رب العالمين. يعني في هاي الأثناء في مواجهات في الأقصى، في باب العمود، في الشيخ جراح، ما زالت المواجهات مستمرة صابرين. دكتورة، أكيد مش بس الشيخ جراح وحده المستهدف في القدس، طبعا كل القدس مستهدفة، كل ما هو فلسطيني، المقدسات، الممتلكات، التاريخ، الهوية، حتى الحجارة والمسميات، لكن تحديدا الإنسان الفلسطيني هو مستهدف بشكل خاص، وجيل الشباب والشابات والأطفال على وجه الخصوص. هل بإمكانك أن توضحي لنا للمشاهدين اللي ما بيعرفوا كثير عن الخلفية اللي بتصير هناك، وأنت ابنة القدس، بعض هذه الأساليب التي يستخدمها الاحتلال للوصول إلى هدفه في تدمير جيل الشباب ومحو القضية وطمس الهوية والانتماء من الأجيال القادمة؟ صحيح صابرين، أكيد الكل بيعرف، أو ممكن يعني المجتمع الكندي وكثير من الشعوب لا يعرفوا مثلاً إنه الكيان الصهيوني بيشتغل ضمن خطة ممنهجة لتدمير الإنسان المقدسي، لإبعاده، هو بيشتغل ضمن خطة ممنهجة لإبعاد جيل الشباب عن القضية الفلسطينية وعن الساحة الوطنية. وكثير من حتى اخوتنا الفلسطينيه في فلسطين، في الضفه الغربيه، في قطاع غزه، الكل اليوم متفاجئ من الشباب المقدسي. كان عندهم معلومات كثير مغلوطه حتى عن الشباب في 48 في فلسطين التاريخيه. فلسطين التاريخية اليوم المعادلة كتير اتغيرت. كان عندهم معلومات مغلوطة انه الكيان الصهيوني قدر يدخل على عقول الشباب المقدسي وطمس كل ما هو فلسطيني، ولكن المعادلة اليوم اتغيرت في الهبة المقدسية. وطبعا هاي مش الهبة الأحداث هاي الأولى، طبعا الشباب المقدسي أثبت في كثير من المواقف، خاصة في البوابات الإلكترونية، في فتح باب الرحمة، في الخان الأحمر، في اليوم في باب العمود، خاصة في شهر رمضان الفضيل، في سلوان، ما بدنا ننسى سلوان. سلوان بتتعرض صابرين لأكبر تهويد. اليوم 81 عائلة مقدسية في مدينة سلوان بتتعرض للتهويد، إنه يتركوا بيوتهم، يتشردوا من بيوتهم. في 81 أو 82 بيت معرض للهدم في بطن الهوى، وفي يعني في سلوان بالذات. اليوم الشباب المقدسي أثبت إنه على قدر المسؤولية، إنه هو عنده قدرة إنه يدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية. اليوم الشباب المقدسي رغم كل الممارسات التي تحاك ضده، اليوم في عنا عدد كبير صابرين من المعتقلين خلال هاي الأحداث. إذا بدنا نحكي عن أرقام، اليوم عنا تقريبا 202 حالات، 210 من المعتقلين من مدينة القدس بالذات في هاي الأحداث الأخيرة. اليوم كان في حملة اعتقالات واسعة بالقدس زي ما سمعنا، مستمرين وثابتين ومرابطين في بيت المقدس. اليوم في عنا كتير حالات إصابات، في شباب فقدت في عيونها، في عنا شباب، في شاب اليوم في غرفة الإنعاش، في عنا حالات استشهاد مش بس في مدينة القدس، في عنا في اللد، في عنا في نابلس، في عنا في اللهم صل على سيدنا محمد طباس على ما أظن المنطقة القريبة من طباس. في عنا حلق يعني اليوم الكل الفلسطيني تكاتف من أجل القدس. غدا بس حبيبتي، علشان نعطي المشاهدين فكرة على اللي بيحصل في القدس، إذا بإمكانك بس تحكي لنا شو الأساليب اللي بتتبعها الاحتلال في تدمير الشباب، وخاصة يعني الأطفال بشكل عام، إنهم بيبتدوا فيهم من الأجيال الصغيرة علشان يربوهم
انهم ما فيش قضيه ما فيش بدايه صبريا اليوم ما يسمى ببلديه الاحتلال او جداد او في مدينه القدس داخل حدود بلديه القدس ما يسمى بالمراكز الجماهيريه. المراكز الجماهيريه هاي طبعا تعمل تحت اجنده الديانة الصهيونية بتمرر خطة لتدمير الشباب المقدس من خلال البرامج التي تمرر للشباب والأطفال والأمهات والأمهات. طبعا هاي المؤسسات عملت على تدمير الأسرة المقدسية كمنظومة اجتماعية كمنظومة اجتماعية. اليوم الطالب المدرسة الطفل في مدينة القدس بروح 6 ساعات 5 ساعات على المدرسة. طبعا هاي المدرسة طبعا تابعة لبلدية الاحتلال. المنهاج منهاج إسرائيلي منهاج إسرائيلي. فبالتالي والمركز الجماهيري هو مكمل لهذه لهذا المنهاج. فهو يعمل كليا على طمس كل ما هو فلسطيني في ذهن هذا الطالب وكذلك الأم. اليوم بمرروا برامج لهدول الشباب وللفتيات بكل أسف. طبعا انت بتعرفي القوانين الكيان الصهيوني القوانين اللي تتعلق بمنظومة الأسرة هي شبيهة بالقوانين او نحكي نفس القوانين اللي في الدول الأوروبية ولكن العادات والمجتمع يختلف صبريا. احنا عندنا هون عادات بتحكمنا تقاليد بتحكمنا دين اسلامي بيحكمنا. اليوم بكل اسف اليوم الام بطلت تقدر تحكي مع اولادها بكل اسف. الاب بطل يقدر يحكي مع اولاده من خلال البرامج التي تمرر في هذه المراكز انه الولد يطلع عن طاع امه يطلع عن طاع ابوه يطلع عن طاع المدرس في المدرسه. فبكل اسف اليوم بطل في سيطره على اولادنا بكل اسف. ومع ذلك فاجأنا الشباب المقدس رغم كل هاي المشاريع وهاي البرامج التي يتم طبعا غدا ممنوع اي شيء له علاقه باللي صار فعلا يدرس في المدارس. يعني هم بيدرسوهم بطريقتهم مناهجهم ويمكن بيخلوهم يغنوا النشيد الوطني الاسرائيلي كل يوم ولا لا؟ مش في كل المدارس صبري مش في كل المدارس طبعا لا مش في كل المدارس طبعا. المدارس اللي تحت سيطرتها بالكامل في عنا احنا عدة مدارس. في مدارس مثلا تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في عنا مدارس تابعة لدار الأيتام مثلا اللي تابعة للأردن في عنا مدارس للبلدية فحسب في مدارس خاصة كل مدرسة حسب هي تابعة لمين هي بتمرر البرامج وكل ما يتعلق في الأمور الدراسية. وطبعا هذا إضافة للمخدرات والأمور الأخرى اللي بيحاولوا يغرقوا الشباب المقدسي فيها. طبعا صبري مثلا في قانون بكل أسف كنا نتناقش فيه قبل عدة أيام إحنا وزميلات. في قانون بيشجع على تعاطي المخدرات. لما انت بتاخذ مخدرات بدك تيجي تثبت لمؤسسة التأمين الوطني وللشؤون الاجتماعية الإسرائيلية انك انت بتاخذ مخدرات لازم تجري فحص كل يوم الصبح عشان انت بنهاية الشهر تاخذ المخصص المالي طبعا اللي هو يقدر حسب عدد اولاده. فهذا طبعا بيشجع انه يضل مستمر في تعاطي المخدرات. طبعا بكونوا عارفين وين بقرة بيع المخدرات صبرين بكونوا عارفين كل هاي. وطبعا هم بيضغطوا لانهم هم معنيين انه الشباب المقدسي يغرق في المخدرات. لما هو بيحاصر الشباب المقدسي اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا واعتقالات مستمرة ومنع امني طبعا هو المنفذ الوحيد والملجأ الوحيد له انه بده يهرب من كل هاي الضغوطات النفسية والاجتماعية اللي بيواجهها فهو بتوجه للمخدرات. هون احنا بنناشد المؤسسات انه تشتغل بشكل مكثف على الشباب. بنناشد كمان اخوتنا اللي في الشتات يعني صبرين بدي انوه لشغله مهمه بعرفش اذا هي يعني مهم انه نحكي فيها. انا اليوم كثير تواصلوا معي اخوتنا الفلسطينيه في الشتات
انه مثلا بدهم بالهبه المقدسيه هاي اللي صارت، انه كثير هم متعاطفين كل الاحترام والتقدير لهم، بس كنوع التعاطف انه هم يعني بدي اوصل رساله من خلال المنبر عندك هون، انه هون اليوم بدهم مثلا الكل يكفل مثلا عائلات ايتام مثلا، مش كل يتيم احنا بنحكي محتاج، لا احنا ما بدنا ماديا، احنا بدنا برامج مؤسسات تيجي تعمل توأمة مع مؤسسات، لانه احنا صابرين في مدينة القدس ما في مؤسسات وطنية. كل المؤسسات الفاعلة في مدينة القدس بكل اسف داخل حدود بلدية، طبعا الحدود اللي رسمها الاحتلال. وطبعا غير عن الحدود اللي احنا كفلسطينية من 67 نعرفها، بس بكل أسف ممنوع مؤسسات وطنية تكون فاعلة داخل هاي الحدود صبريا. فبكل أسف المؤسسات الاجتماعية اللي لازم تشتغل مع الشباب ومع الأسرة بشكل عام هي مؤسسات تابعة للاحتلال، وبالتالي هي برامجها ممنهجة لتدمير هاي المنظومة. فإحنا مناشد ومنطالب إنه نعمل توأمة مع المؤسسات الفاعلة اللي في الدول الأوروبية، إنه تركز على المؤسسات، تعمل توأمة مع المؤسسات عشان نحافظ على هذا الجيل. إحنا اليوم إذا إحنا بدنا نبني جيل صح لازم نشتغل على الإنسان صحيح. لأنه هو اللي المستهدف من الاحتلال. إحنا إذا بنينا الإنسان بشكل صحيح إحنا بنقدر نواجه المحتل، بس هو بيشتغل بكل ذكاء بكل أسف إنه يدمر منظومة الشباب. ومع ذلك صابرين فاجأنا الشباب المقدس إنه عنده قدرة يحافظ، والكل كان يراهن إنه الشباب المقدس نصه مخدرات نصه مثلاً اللي سربوا بيوتهم ولا يعني كتير كنا نسمع عن الشباب المقدس، ولكن الشباب لكنهم فعلاً فاجأونا كلنا كل الاحترام إنه عنده قدرة إنه يحافظ على مصر رسولنا الكريم، ويحافظ على مدينة القدس، ويحافظ على البيوت اللي بتتعرض اليوم للتهويد خاصة في الوان والشيخ جراح. غادة رح أرجع لك هلأ، بس بدي أوجه سؤال للأستاذ للدكتور أحمد، هل بتوقعاتك الشخصية ماذا ستكون نتيجة ما يحدث الآن على الساحة الفلسطينية؟ إلى أين سنصل؟ وهل سيكون بالإمكان تحويل هذه الهبة أو الانتفاضة الجديدة أو مهما كان اسمها إلى إنجازات سياسية حقيقية؟ هي في أي مقاومة في الدنيا، يعني أي شعب تحت الاحتلال، كانت الإنجاز هو محصلة شغلتين: المقاومة الفعلية على الأرض والمفاوض السياسي. فإذا المفاوض السياسي عندنا مضروب على الآخر، يعني مش حجامل حد، قيادة فاشلة بالكامل، مش حيطلع شيء، لأنه على الصعيد السيادي هو ما حيستثمرها. هو بيحاول باختصار أنه يحقق هو مرات مكاسب شخصية لإله بأنه يهدي الوضع، وشفته أنا قادر على التهدئة. فأنا خوفي الرئيسي أنه بالعكس القيادة ممكن تحاول تودينا للتهدئة بدون أي مكاسب حقيقية، بس بوعود في التجميد وانتهى الموضوع. وبالتالي هب مثل هبات السابقة، احنا مثل ما حكينا حكوا الإخوان أنه كان في هبات قبل، هاي مش أول مرة. فهذا اللي بخوفنا، أنه عندنا احنا التجربة الموجودة من قبل، أنه بتقوم هبة قامت، بتذكر انتفاضة السكاكين مرة سموها، قامت الهبات في سلوان، قامت هبات أيام بتذكر معسكر الصمود كانوا مسمينه أعتقد في الصوانة، كان هبات كثيرة مختلفة وخلص يعني تنتهي. فالاستمرارية والديمومة مش شرط تكون بنفس الزخم، لأنه الناس برضو عايش، احنا ما نطالب الناس بأكثر من قدرتها. يعني انت ما بتقدر تضلك تعمل ثورة كاملة سنوات، يعني في الأخير لا في إلنا ظهير عربي على تواصل جغرافي وسياسي مع اللي يدعم من جميع الجهات، من شرقا وشمالا وغربا وجنوبا، ما عندنا قيادة سياسية بتدعم هذا الحراك. وبالتالي للأسف يعني توقعات إنه الهبة حتنتهي، لكن بعتمد بالراهن على الناس نفسهم انه انها ما تنتهي الا بتحصيل شيء معين ملموس، يعني وقف كامل لاجراءات التهويد بحي الشيخ جراح، وليس مثلا قرار من محكمة العدل العليا انه والله من اجلها 10 سنوات ومن بيت فيها بعدين، تماما مثل اتفاقات اوسلو، من اجل القضايا المركزيه لبعدين، واحنا من اجل لحد الان راح نضل ناجل تنموت. فبدنا الناس تكون واعي انه ما ترضخ او تسمع لكلام اي وعود لا من قيادات فلسطينيه ولا من قيادات عربية توصف بالشقيقة والصديقة، إنه والله خلص اهدوا
أو المجتمع الدولي بزعل وبلاش، وهذا الأسلوب ما بينفع مع الغرب، وإحنا بدنا الرأي العام العربي ما يصير ضدنا، لأنه في ناس أوريدي من الآن من العرب ومن الفلسطينيين للأسف بلمحوا على أنه استعمال القوة فقط يضر بالقضية. لا، هو استعمال القوة لوحده ويكون القوة هي غاية هو اللي بضر بالقضية، لكن استعمالها كوسيلة وإتباعها بعديها في حوار سياسي حقيقي كند لند، وانه والله اذا بتخرب الامور على الطاوله السياسيه برد اقلبها عليك مره ثانيه وبرجع للوضع الاول على اساس اوريك اني انا بقدر اديك. القوات الفلسطينيه كلياتها من جميع الفصائل لا تستطيع تحرير فلسطين، ما نضحك على حالنا يعني، لا حماس ولا فتح ولا جبهه ولا اي فصيل فلسطيني، ولو اتحدوا كلهم ولا جهاد اسلامي قادر على انه يحرر فلسطين، لانه الدول العربيه نفسها غير قادره على حرب اسرائيل اصلا. احمل الشعب الفلسطيني اللي بوسائل بدائيه بده والله لازم يحرر القدس، لا لانه حرر القدس لوحده، ولكن على الاقل انه نحقق مكاسب حقيقيه على الارض، ما تنتهي الهبه بعد اسبوع مثل ما بدات وخلص الموضوع بيكمل عادي بوعود انه والله في حكومه جديده حتتشكل في اسرائيل وخلص حنعمل انتخابات وهي انتزعنا من اسرائيل انه ننتخب في القدس وصير هذا هو الانجاز، ومش مهم نروح الشيخ جراح ومش مهم نروح سنوان، المهم انجازات فاضيه على الارض يعني اللي يتباهوا فيها بعض السياسيين الفلسطينيين. هو هذا اللي انا بتوقعه، هذا هو اللي انا خايف منه. لكن اذا صارت ديمومه حقيقيه ولو على الاقل مثل اللي كان بيصير في ذكر اسمه قريه في الضفه الغربيه نعلين اعتقد، او اللي بيطلعوا ضد الجدار بصوره مستمره، انه يظلوا الاحتكاك بصوره مستمره مش شرط يومي ولو يوم بالاسبوع، ان نذكرهم انه نحن هنا وهذه حقوقنا ولن نتنازل عنها. واهم شيء عملته هاي الهبه مقارنه في كل الهبات الماضيه، انه لاول مره كل الشعب الفلسطيني طف غزه قدس 48 اتحرك، يعني المسج واضحه كانت للجانب الاسرائيلي كل الناس الفلسطيني واحد. اول كنيسة اسامه ابو شحاده في احدى المقاطع على التلفزيون الاسرائيلي فورا، فبتقول انتم شو دخلكم اصلا تتحركوا بيافا، قالها مشكلتكم انتم في اسرائيل تكونوا ناسين انه احنا فلسطينيين نحمل الجنسيه الاسرائيليه، احنا مش عرب اسرائيل، تذكروها احنا فلسطينيين نحمل الجنسيه الاسرائيليه، والمقدسي فلسطيني يحمل الهويه الاسرائيليه، وابن الضفه فلسطيني يحمل هويه الضفه الغربيه، واللي في غزه يحمل هويه غزه، لكن كنا في النهايه شعب واحد. اذا تصرفنا كشعب واحد وما جرينا وراء اوهام واحلام ووعودات من قيادات فاسده سنحقق شيئا على الارض، المهم انه ما ينضحك علينا كمان مره باذن الله. استاذ نهاد، هل كان الرد من غزه بهذا الزخم وهذا التخطيط باستهداف مواقع هامه للاحتلال مفاجئ أم متوقع بالنسبة للاحتلال نفسه للفلسطينيين بشكل عام؟ وما مدى تفاعل الفلسطيني تحديدا بالضفة الغربية؟ احنا شفنا التفاعلات في الداخل المحتل كيف كانت، لكن في الضفة الغربية هل كان التفاعل على مستوى الحدث أم لا؟ هو أولا للتذكير، المقاومة أعلنت قبل أن تعمل وقبل أن تتدخل، أعلنت أنها لن تصمت على ما يجري في القدس، وأن قضية القدس تعنيها بالدرجة الأولى، وأنها ليست شأن المقدسيين فقط. هلا عودة إلى سؤالك حول هل الإسرائيليين يتوقعون، شوفي الإسرائيليين نعم، يعني في داخلهم هم يعرفون أن غزة لن تطيق صبرا على استمرار حصارها ووضعها في السجن، يعني أشبه غزة أكبر سجن بالعالم، وصار عليها حروب كبرى وعشرات الحروب الصغرى من أجل أن يعني إسرائيل معنية أن تبقي غزة هكذا تحت رحمة المساعدات اللي بالقطارة، تحت رحمة مساحة السد البحري أيضا بالقطارة، وتتحكم إسرائيل بكل ما يدخل وما يخرج من غزة، غزة سجن، وبالتالي هي يعني كل مرة تتمرد على هذا السجن، الآن تتمرد لسبب يتعلق ب هويتها الوطنية وكرامتها الوطنية وموضوع القدس، تحاول في كل مرة أن تكسر قواعد التي يحاول الاحتلال فرضها، أنه أنتوا اهدوا وقعدوا إلكوا تأخذوا بنزين وتأخذوا مي وتأخذوا كهرباء بس ضلوا ساكتين، ممنوع المقاومة وممنوع كمان ترجعوا لرحاب الوحدة الوطنية، كمان إسرائيل معنى تتخذ فصل عن الضفة لكي تتلاعب بالطرفين كما تشاء. غزة الآن قلبت المعادلة وقررت انه لا، يعني احنا جزء من المعادلة العامة الفلسطينية، لكن المهم انا برأيي ان لا يستثمر هذا استثمارا فئويا من قبل اي طرف. ما يجري الان اكبر من قصة انتخابات ومش مع الانتخابات ولا ابو مازن ومش ابو مازن،
حماس وفتح أكبر من كل ذلك ما يجري يتعلق بالمصير الوطني الفلسطيني وعلى كل القيادات من كل الأطراف من كل التلوين. يعني وأنا أشكر الدكتور أحمد على صراحته، وأنا بكون صريح، يا أما قياداتنا بتلحق الحالة الشعبية وبتنسجم معها، يا أما الحالة الشعبية راح تتجاوزها وتعزلها وتضلها على جنب وينبثق شيء جديد من رحم الحالة الشعبية الناهضة، اللي بلا شك يعني سنجد أنفسنا أمام حقيقة اسمها أن ما قبل هذه الهبة غير عما بعدها. هذا شيء مهم يعني في التاريخ، لكن مهم أن نجد الأدوات والوسائل اللي نكرس هذه الإنجازات ونثبتها، وتحديدا إحباط المخطط الإسرائيلي في القدس، إحباط محاولة إسرائيل الفصل بين أجزاء شعبنا، أنه أنت خليك في حالك كل واشرب وما تتدخلش في اللي بيصير في القدس أو اللي بيصير في الضفة أو بيصير في غزة. لا، إحنا شعب واحد، بدنا نتدخل مع كل شيء بيصير لأي جزء منا، نتحد بهويتنا الفلسطينية، تختلف ظروفنا من هنا وهناك، لكن في النهاية نحن شعب فلسطيني واحد موحد بهويته الوطنية. صحيح. دكتورة غادة، كنت مرشحة للمجلس التشريعي، أو كنت على قائمة المرشحين للمجلس التشريعي، وتعرضت للاعتقال أنت ومجموعة من المرشحين. لماذا اعتقلت، وما هي التهم التي وجهت لكم؟ التهم اللي وجهت لنا هو بعد، طبعا انت بتعرفي انه الكيان الصهيوني بيعتقد انه واهم انه القدس عاصمة دولة الاحتلال بكل اسف، وبده يفرض سيادته على كل ما هو فلسطيني في مدينة القدس، فبالتالي ممنوع اي نشاط او اي فعاليات لها علاقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وتم اعتقالنا على أثر لقاء تشاوري كان في إحدى الفنادق في مدينة القدس، وتم استدعائنا عدة مرات، وكان محور التحقيق ممنوع إنه يكون في فعاليات لها علاقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة القدس، وممنوع أي شيء له علاقة في الانتخابات في مدينة القدس. وأكد إنه لا انتخابات في مدينة القدس، لا ولا اقتراع. كانوا يركزوا إنه حطوا صناديق في أبو ديس، في الرام، أما داخل مدينة القدس لا ممنوع نوضع صناديق، ممنوع حتى لقاءات تشاورية، ممنوع الدعاية الانتخابية، ممنوع أي شيء. وتم تهديدنا عدة مرات، وأنا يعني تم استدعائي ثلاث مرات للتحضير، وما زلنا مستمرين يعني لا انتخابات بدون القدس إن شاء الله، ولا انتخابات اليوم نحكي بدون فلسطين التاريخية. في سؤال عندنا من الأستاذ عاطف نجيب، هل قضية الشيخ جراح قضية عقار، أم أن هناك مخطط أكبر من حي الشيخ جراح؟ دكتور أحمد إذا بتقدر تجاوبنا بسرعة، لأنه الوقت داهم. جاوبناه في البداية، هي عدة حلقات، هم بيعملوا infiltration، بيدخلوا على جميع الأحياء حتى يهودوا جزء منها. الشيخ جراح هيلحقوا سلوان، أو بدت قبله حتى، هيلحقوا وادي الجوز، الصواني، مناطق مختلفة، وبعدها على العساوية على المحور اللي أبعد شرقا، وبعدها خطة إيوان اللي حتوحد المستوطنات اليهودية شرقية القدس وتفصلها بالكامل عن حتى منطقة أريحة، وتفصل شمال الضفة الغربية عن جنوب الضفة الغربية. هي كلها حلقات صغيرة في سلسلة كبيرة حتى تهود القدس بالكامل وتفصل شمال الضفة عن جنوب الضفة كمان. كلمة أخيرة أستاذ نهاد، بتحب تحكي شيء؟ يعني نعم، هذه حلقة من مسلسل طويل، معركة عمرها قرن، والشعب الفلسطيني لم يستكن ولن يستكين ولن يقر ولن يسلم. الجيل الجاي حتى لو أنا استسلمت، أولادي مش راح يستسلموا، لن يستسلم الشعب الفلسطيني لكونه أقل من باقي شعوب البشر، وأنه لا يستحق حقوق وطنية، ويستحق حقوق وطنية أبسطها حق تقرير المصير. وهذه المسألة الآن باتت راسخة. هذا الجيل الشاب أنا أعتقد أنه أكثر شجاعة وأكثر تمسكا بحقوق الوطنية والإنسانية، يعني مش أكثر من، يعني لن يكون أقل مما يستحق هذا الجيل، وأكثر فهما لحقوق هذه الحالة تستحق أن ينجز هذا الجيل. لكن المهم أن جيلنا والقيادة التاريخية
أن تسلموا الأمانة دون أن نبدد الإنجازات التي حصلت. نحن لدينا إنجازات لا نستهين فيها، لكن يعني حرام أنه تصير هذه النقلة بشكل فوضجي. يجب أن نتهيأ لانتقال الأمانة التاريخية منا إحنا للجيل القادم الذي آمل أن يكون جيل التحرير. نعم دكتورة غادة، عندك حاجة تحكي لنا إياها بالآخر؟ عندي شغلة هيك بدي أحكيها يعني أوصلها للعالم. كنت أنا كأم زمان أحكي وكنت أكتب على صفحات التواصل الاجتماعي كيف لنا أن نصر رسالة للعالم الغربي وللعالم الأوروبي إن أرواح أولادنا يعني مش غالية علينا كأمهات. ليش إحنا بنثبت للغرب إنه مثلاً إحنا بنكون مبسوطين كأمهات شهداء؟ اليوم الأم المقدسية بتكون قاعدة في بيتها وهي عارفة إنه ابنها بين أيادي الله لأنه بده يحمي بيت الله الأقصى. فهذا السؤال بتوارد لأذهان جميع الأمهات. اليوم الأم استودعت في مدينة القدس ابنها من أجل الأقصى. فكتير في يعني نقلة نوعية في التفكير حتى عند الأم. يعني الابن أغلى ما نملك، الابن أغلى ما نملك. اليوم الأم المقدسية وهبت أبنائها من أجل بيت الله مصر رسولنا الكريم. ف إحنا طبعا إحنا نحكي عليه كتير بالدوام عشان نحكي عليه أكيد للأسف يعني داهمنا الوقت. لو كل دولة أوروبية موجود فيها زي صبرين الله يخليك يا رب على قضيتنا فإحنا كثير بكل خير. تسلم جاملك. أنا جيت ركض عشان أنا أشارك في هاي الحلقة حبيت تواصلنا مع الدول الأوروبية ومع جميع إخواننا الفلسطينيين الموجودين في الشتات عشان يكون حلقة وصل بيننا وبينهم. شكرا كثير. صحيح إحنا مقصرين بهذا المجال، إحنا مقصرين فعلا إنه يكون في رابط بين الداخل والخارج ونوصل صوتكم بالشكل الصحيح يعني للمجتمع الغربي. إن شاء الله راح يكون في لقاءات كثيرة قادمة. بنهاية هذا اللقاء بحب أشكر كل حد فيكم على هذا اللقاء الشيق والقيم والمعلومات الرائعة. ونختتم هذه الفقرة الأولى من اللقاء الخاص هنا القدس من كندا. أود أن أشكر الضيوف الكرام، الأستاذ نهاد أبو غوش من رام الله، الدكتورة غادة أبو ربيع من القدس، الدكتور أحمد من أوتاوا على هذا اللقاء الرائع. وتبقى القدس دائما قبلتنا وفلسطين وجهتنا وقضيتنا الأولى. تحية إجلال وإكبار للأبطال الذين رسموا عنوان جديد للكرامة والعزة وأعادوا تصويب البوصلة. شكرا للقدس، شكرا لغزة، شكرا للد وعكا ولكل فلسطين التاريخية لإعطائنا هذه القوة الداخلية والأمل الكبير بالنصر وعودة الحق لأصحابه قريبا إن شاء الله. يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيها المشاهد الكريم، كن دائما الدرع الواقي للحق والمدافع عنه والمساند للمظلومين، وتذكر دائما أنت حيث تضع نفسك. الآن سنختتم هذه الفقرة وستطل علينا زميلتي ميسون منصور في فقرة جديدة مع برلمانيين وسياسيين كنديين لاستكمال هذا اللقاء المفتوح. شكرا لكم الآن، وسأعود لكم الساعة 10 مساء إن شاء الله بفقرة جديدة.